السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للفيديو اللي فات بتاع الريهيت والريهيت رانكين سايكل، هنحل مسائل على الريهيت والريجنريتيف مع بعض رانكين سايكل. تمام، طيب تعال نقرا المسألة. المسألة بتقول consider a steam power plant that operates on an ideal reheat regenerative Rankine cycle. ال ideal reheat regenerative Rankine cycle يعني البمب الافشنسي بتاعتها ب 100% والتربن الافشنسي بتاعتها 100% with one open feed water heater، تمام، one closed feed water heater and one reheater. تمام، بيقول لك ان المساله دي فيها ثلاث حاجات، فيها الاوبن فيد ووتر هيتر والكلوزد فيد ووتر هيتر وكمان بيحصل فيها ايه؟ ريهيتر كمان، يعني حاطط فيها ايه؟ ريهيتر. تمام؟ طيب ستيم انترز ذا تربين ات 15 ميجا باسكال اند 600 سيليزيوس، يعني البخار بيخش التربن عند 15 ميجا باسكال و600 درجه. And is it condensed in the condenser at the pressure of كذا، يبقى بيودع على الكوندنسر في البريشر بتاعه اللي هو 10 كيلو باسكال. طيب لما نيجي الاول نرسم الرسمه عشان بس الرسمه هتبقى مكعبله شويه، تعال نرسمها. نرسم ازاي؟ خلي بالك انت هتحط الحاجات الاساسيه. اولا قال لك ده في ري هيتر، في ري هيتر يعني التربن بتاعتك هتتقسم حتتين، هاي بريشر تربن واللو بريشر تربن. ارسمها بالمنظر ده، خلاص كده. وكده كده موجود عندي ايه؟ بويلر، ارسمه وجواه الايه؟ وجواه الماسوره دي او اللي هو الهيت اكستشنجر اللي هو الريهيتر، لحد ما نشوف هو هياخد منين ويوصل لفين. تمام؟ طيب وبعدين في عندنا كوندنسر، خلاص؟ حلو جدا. طيب احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا اوبن فيد ووتر هيتر وعندنا كلوزد فيد ووتر هيتر، يعني احنا عندنا اثنين فيد ووتر هيتر. احنا قلنا لو احنا عندنا عايزين اثنين فيد ووتر هيتر يبقى احنا عايزين كام بامب؟ عايزين ثلاثه بامبس، تمام كده؟ فنجهز الثلاثه بامب اللي موجودين، هنرسم ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه، خلاص كده. يبقى اللي انا معلم عليهم بالاحمر ده هو ده اللي ايه اللي هرسمه في الاول، وبعد كده نبقى نشوف هو عايز مني ايه وهدخل مين على فين. تمام كده. طيب بيقول والله ان هو دخل التربن عند 15 ميجا باسكال و600 سيليزيوس، اهي عند الرقم ده، يبقى داخل هنا ب 15 ميجا باسكال و600 سيليزيوس، وكوندنسد بيتكثف لحد ما يوصل للكوندنسر عند بريشر 10 كيلو باسكال. البريشر اللي عند الكوندنسر 10 كيلو باسكال اللي هو خارج من اخر تربن او اخر السرج في التربن اللي هو اللو بريشر تربن. حلو كده؟ حلو كده. يبقى احنا فهمنا الخط ده رايح فين؟ رايح للكوندنسر، والكوندنسر اكيد هيروح للايه؟ للبمب. لحد دلوقتي فهمنا ايه الخط ده ماشي ازاي. تمام. بيقول لك some steam is extracted from the turbine at 4 ميجا باسكال، يعني بعض من البخار بقدر اخطفه او اخده منين؟ من التربينه عند 4 ميجا باسكال. تمام كده؟ بيقول لك ايه بقى؟ فور ذا كلوزد فيد ووتر هيتر، يعني انا هاخد ده علشان اسخن او يعني استخدمه في الكلوزد فيد ووتر هيتر. تمام كده؟ اند ذا ريميننج ستيم از ريهيتد، والباقي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل له ريهيتنج ات ذا سيم بريشر تو 600 سيليزيوس. خلاص تعال نترجم حاجه حاجه. بيقول لك انا بيعمل بليدنج او بيعمل اكستراكشن عند ايه؟ 4 ميجا باسكال. يبقى انا كده من ده بياخد عند 4 ميجا باسكال علشان يوديه فين بقى؟ از 4 ميجا باسكال فور ذا كلوزد فيد ووتر هيتر. خلاص كده؟ يعني 4 ميجا باسكال رايحه لفين؟ رايحه للكلوزد فيد ووتر هيتر، يعني وهي ماشيه في الاتجاه ده كده هاخد منه حته واوديها للايه؟ للكلوزد فيد ووتر هيتر. طبعا الكلوزد فيد ووتر هيتر هرسمه ما بين ايه؟ ما بين تو بامبس. احنا بس عايزين نشوف بس نفهم كلوزد فيد ووتر هيتر هترسم هنا الاول ولا هنا الاول. خلاص؟ انت بس عرفت ان هو هيروح للكلوزد فيد ووتر هيتر والباقي هيعمل حاجه اسمها الريهيتنج. يبقى الريهيتنج يبقى دي كده الاربعه ماشيه بالمنظر ده، يحصل ريهيتنج لحد ما يوصل يوصل معاك لحد ايه؟ لحد التربن الانترنس بتاع التربن الثانيه اللي هو عند 4 ميجا باسكال و600 درجه سلزيه. The extracted steam is completely condensed. Completely condensed يعني ايه اللي حاصل؟ يعني ده saturated liquid. Completely condensed in the heater and is bumped to اول ما يقول لك bumped يبقى فيه bump، تمام كده؟ 15 ميجا باسكال before it الاول بس 15 ميجا باسكال. تعال بس نترجم. بيقول لك extraction steam is completely condensed in the heater. خلاص؟ يبقى completely condensed in the heater and فين بقى احنا؟ and is bumped to 15 ميجا باسكال before it mixes with the feed water at the same pressure.
خلاص كده. يبقى بيعمل ايه؟ عايز يرفع الضغط ل 15 كيلو باسكال بتاع الريهيتر. تعال نشوف كده. يبقى هنا في بامب هترفع وهتتخلط لما هو قال ان هو بيحصل ايه؟ before it mixes with the feed water heater at the same pressure. يبقى كده closed feed water heater، خلاص عرفنا ان هو هيتحط في المكان ده، وفي هنا بامب هترفع على 15 كيلو 15 ميجا باسكال. عرفت منين ان هي البامب دي هي اللي هترفع؟ لان دي اقرب واحده للايه؟ للبويلر. يبقى البامب دي هتخرج منها رقم 7 مثلا ولا حاجه، يحصل فيها ميكسنج تشامبر اللي جاي من الكلوزد فيد ووتر هيتر، يتخلطوا هنا ببعض ويخش على البويلر. حلو قوي. بيقول لك ستيم بقى، تعالى بقى نتكلم على الاوبن فيد ووتر هيتر. ستيم فور اوبن فيد ووتر هيتر از اكستراكتد فروم ذا لو بريشر تربين ات بريشر اوف 0.5 ميجا باسكال. يعني في اكستراكشن تاني، بس فين بقى؟ بس عند اللو بريشر تربن اللي هو هسميه هنا زد. هيخش يعمل ايه؟ على الفيد الاوبن فيد ووتر هيتر عند بريشر 0.5 ميجا باسكال. تمام كده؟ طيب يبقى البامب دي ايه وظيفتها؟ انها ترفع الضغط من 10 ميجا، مش من 10 كيلو باسكال لحد نص ميجا باسكال، وتخلطهم هنا ببعض على الاوبن فيد ووتر هيتر، يطلع لي البريشر عند 3 هو البريشر عند 12، اللي هو البريشر عند 2 اللي هو نص ميجا باسكال. لو انا رسمت الكلام ده كله يبقى انا عايز على التي اس دياجرام، يبقى انا عايز 2 و3 و12 على نفس الخط. يبقى 2 و3 و12 على نفس البريشر اللي هو نص ميجا باسكال. لما انا ارسم التي اس دياجرام خلي بالك هنا ببص انا عندي كام بريشر، هلاقي عندي 4 بريشر اللي هو على 10 كيلو باسكال اللي هو عند الكوندنسر، ونص ميجا باسكال اللي هو الاكستراكشن من اللو بريشر تربن، وال 4 ميجا باسكال اللي هو الاكستراكشن من الهاي بريشر تربن، وال 15 ميجا باسكال اللي هو البريشر اللي داخل على الهاي بريشر تربن. تمام كده؟ تمام. هيتخلطوا ببعض، يبقى انا كده بالنسبه لي الضغط بتاعهم هنا 3، انا عايز اوصل من 3 لحد الضغط 4. طيب 4 و5 و7 و8 و9 ليهم نفس الضغط. ادي 4 و5 و7 و8 و9 على نفس الخط بتاع ايه؟ الضغط اللي هو 15 ميجا باسكال. تمام كده؟ علشان كده اضطريت ان انا لا استخدم بامب بعد اوبن فيد ووتر هيتر علشان يرفع لي الضغط بتاعي لحد 4 اللي هو 10 اللي هو خارج من ايه؟ من الهاي بريشر تربن اللي هو 4 ميجا باسكال. تمام كده؟ ماشي. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ حته هنا بس احنا غلطنا في حاجه. ده هنا كلوزد فيد ووتر هيتر احنا قلنا لما بيحصلش فيه ايه؟ ما بيختلطش ببعضه، يعني البريشر اللي جاي من 10 هو البريشر اللي جاي ل 6، وباربعه هو 5، يعني 4 و5 وبعد كده 4 و5 و7 و8 و9، ده 4 4 و5 و7 و8 و9. لكن 6 هنا البريشر بتاعها هو البريشر بتاع نقطة 10. تمام كده؟ علشان هنا عشان ما نقعش في الغلط ده تاني، الكلوزد فيد ووتر هيتر الخط ده ملوش علاقة بالخط ده، الخط اللي جاي اللي هو 10 و6 ملوش علاقة بالخط اللي جاي من 4 و5. تمام كده؟ ودي رسمة التي اس دياجرام بالمنظر ده. يبقى من واحد اتنين بيحصل كابس، وبعد كده بيحصل من 2 ل 3 كونستنت بريشر، من 3 ل 4 بعمل كومبريشن تاني، وقلنا ان 4 و5 و8 و7 دول على نفس الخط بتاع الضغط اللي هو 15 ميجا باسكال، من 6 لحد 7 ده بيحصل كومبريشن. تمام؟ هيوصل عند 9 يحصل ازنتروبيك اكسبانشن لحد 10، في هنا جزء اللي هو الواي ده اللي هيخش يشغل او يعني ايه يسخن الكلوزد فيد ووتر هيتر، 1 ناقص واي ده اللي هيخش ايه يعمل الري هيتنج لحد ما يوصل درجه الحراره 9 و11 يبقى نفس درجه الحراره هي 600 درجه سلزيه، وبعد كده يكمل ايزنتروبيك اكسبانشن لحد ما يوصل ل 12 اللي هو الهاي بريشر تربن اللو بريشر تربن، هيوصل للو بريشر تربن يحصل فيه اكستراكشن اللي هو عند زد اللي هو عند نص ميجا باسكال، ويكمل الباقي لحد ما يوصل للكوندنسر. يبقى احنا كده قفلنا السايكل بتاعتنا. حلو كده؟ ده اهم جزء في المساله. لو ما ادالكش الرسمه يبقى ده اهم جزء في المساله، ان انت ترسم ازاي. يبقى نعيد، احنا عملنا ايه تاني؟ رسمنا البويلر والتربن على تو ستيجز لانه قال في ري هيتنج، وبعدين عملنا كوندنسر، وعندنا اوبن فيد ووتر هيتر وكلوزد فيد ووتر هيتر، يبقى عندنا 3 بامب، يبقى عندنا 2، يبقى دي 2 زائد 1 يبقى عندنا 3 بامب. تمام؟ قال لك في بامب منهم بيحصل لها خلط قبل ما تخش على البويلر، السيم اللي خارج من البامب بيحصل له ميكسنج، يبقى فيه هنا ميكسنج تشامبر. تمام؟ وبعدين بيقول لك ان في كلوزد الكلوزد فيد ووتر هيتر جاي منين؟ جاي من الهاي بريشر تربن، يبقى الهاي بريشر تربن يبقى ايه؟ جاي بالمنظر ده، والاوبن فيد ووتر هيتر جاي من اللو بريشر تربن يبقى بالمنظر ده. ووصل التوصيلات بتاعتك واحسب بقى، حط الواي وال1 ماينس واي والزد وال1 ماينس زد
والواحد ماينس واي ماينس زد بالمنظر ده، تمام كده؟ طيب تعال نشوف عايز ايه بقى. بيقول لك ديترماين ذا فراكشن، ذا فراكشنز اوف ستيم اكستراكتد فروم ذا تربن، يعني عايز يحسب الواي وعايز يحسب الزد، يعني عايز يحسب الاكستراكشن اللي انا خدته، نسبه الستيم اللي انا خدتها او الماس فلوريت اللي انا خدتها من الهاي بريشر تربن واللو بريشر تربن، as well as the thermal efficiency of the cycle، والثيرمال افشنسي بتاعت السايكل، تمام كده؟ هنا احنا عندنا 13 انثالبي، تمام كده؟ ودي المفاجاه بقى، يعني عندنا 13 انثالبي، ما محتاجين نعمل جدول عباره عن 13 خانه، فده هيبقى صعب علينا شويه، فهنعمل ايه؟ هنمسك كومبوننت كومبوننت، يعني البامب ستيتس، البامب ستيتس، البامب عندنا ادي 1 و2 و3 و4 و6 و7، تعال نبص كده على البامب، ادي 1 و2 اللي هو المدخل والمخرج بتاعها، و3 و4 تمام؟ و6 و7 تمام، يبقى كده 7 ستيتس نقدر نحسب لهم الانثالبي بتاعته. عند واحد عندنا البريشر بتاعها، خلاص عند واحد ده كده نقدر نحسب كل حاجه زي ما حسبنا في المساله اللي فاتت. جبنا منها اتش 1 عندنا عند البريشر البي 1 10 كيلو باسكال، والاكس 1 هنا بزيرو اللي كده ساتيوريتد ليكويد. دخلنا السيم تيبل جبنا الاتش 1 والاتش جي والاتش اف والاتش والاس جي، ملاحظه ان الاتش 1 هي الاتش اف تمام. طيب من 1 ل 2 حصل ايزنتروبيك كومبريشن، نقدر نطبق العلاقه دي اللي هي اتش 2 بتساوي اتش 1 زائد في 1 في البي 2 ماينس بي 1، نجيب منها اتش 2 نجيب اتش 2. طيب ومنها اقدر احسب ممكن على نفس السطر يعني عند رقم 3 عندنا البريشر بنص ميجا باسكال، اقدر احسب الفي 3 كده هحتاجها قدام وانا هقول لكم يعني هنحتاجها ازاي. يبقى كده من 2 ل 3 في الاول 3 بس، تعال نشوف هي فين 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 3 دي كده الاكس بتاعتها بواحد تمام، يبقى الاكس 3 هنا يا ربي الاكس 3 هنا ايه بزيرو، يبقى ده ساتوريتد ليكويد. يبقى نخش عند البريشر ده ونحسب ايه، نحسب في 3 ونحسب اتش 3 اللي هي هتبقى اتش اف عند البريشر نص ميجا باسكال. خلاص من 3 ل 4 بيحصل ايزنتروبيك اللي هو البامب الثانيه، نطبق نفس الكلام نجيب منها ايه اتش 4، استخدمت في 3 اللي انا جبتها منها. خلاص عند الضغط كام؟ 15 ميجا باسكال. طيب و6 تعال نشوف 6 دي، دي برضو ساتوريتد ليكويد عند البريشر اللي هو 4 ميجا باسكال، يعني الاكس 6 هنا كده بزيرو تمام. نقدر نحسب منها نخش السيم تيبل نجيب الفي 6 اللي هو الفي اف والاتش 6 اللي هي الاتش اف، ونحسب درجه الحراره تي 6 اللي هو محتاجها ولا حاجه. خلاص كده اهم حاجه بالنسبه لي الانثالبيز. طيب من 6 ل 7 ده البامب الثالثه، هنا البريشر بتاعها 15 ميجا باسكال، يبقى اتش 7 بتساوي اتش 6 زائد في 6 في بي 7 ناقص بي ناقص بي 6، وخلي بالك نحول ده لازم يكون بالكيلو باسكال تمام كده عشان بس ما نتلخبطش. حسبنا الاتش 7 تمام كده. طيب يبقى احنا كده حسبنا 7 من 13، يبقى لنا 8 9 10 11 12 13، يبقى لنا 6 تمام كده، بقى لنا ايه من ال 13 باقي لنا 6. طيب التربن ستيتس عندنا كم ستيت؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 تمام كده. المدخل والمخرج بتاع كل واحد بس يعني هنشوف احنا هنحسب ايه، 9 و10 9 و10 11 12 13 9 9 و10 و11 خلاص كده و12 و13 المداخل والمخارج بتوع ايه؟ بتوع التربن. نسقط كل المعلومات اللي هو قالها لي في المسألة بالمنظر ده. ادي عندي هنا عند 9 عندي البريشر والتمبريتشر، اجيب منهم الانثالبي واجيب منهم الانتروبي، وعندي عند 10 عندي البريشر وعندي الانتروبي اللي انا جبتها هنا، خلاص اخش اجيب بيها ايه الاتش عند 10، عند 11 عندي بريشر وعندي تمبريتشر بالسيم تيبل، اقدر اجيب الاتش 11 والاس 11، الاس 11 هي الاس 12، يبقى عندي من البريشر 12 والاس 12 اقدر اجيب منها الايه الاتش 12، عندي البريشر 13 والاس 13، الاس 13 هي اس 12، اقدر اجيب منها ايه اكس 13، خلي بالك لان دي هتبقى في الويت ريجن، بعدين اقدر احسب منها الاكس الاتش 13 تمام كده. يبقى لنا هنا انثالبي واحده، ايه الانثالبي الواحده دي بقى؟ اللي هي اتش 8 خلاص كده. طيب الاتش 8 دي مش موجوده، بس نقدر نعملها ازاي بقى؟ هنجمع احنا كده عملنا يعتبر عملناها باي كومبوننتس، يعني عملنا البامب كلها وعملنا التربن كلها، وبعد كده هنعمل بقى الايه الميكسنج تشامبر والكلوزد فيلد ووتر هيتر والاوبن فيلد ووتر هيتر مع بعض بالانرجي بالانس. طبعا الثلاثه دول ادياباتيك يعني ما بيحصلش فيهم
لهيت اديشن ولا هيت ريجكشن، تمام كده. يبقى بالنسبه لي الانثالبي اللي داخل هو هو الانثالبي اللي خارج. يبقى لو مسكنا الميكسنج تشامبر اللي هي لوحدها، هنلاقي عند رقم 5 خارج منها او داخل لها، عند 5 نمشي كده من 3 وانت ماشي كده من 2، 1 ماينس 1 ماينس زد هيتخلط بده مع الزد، يبقى بقى 1 ماينس واي، ويكمل 1 ماينس واي، يبقى عند 5 1 ماينس واي، يبقى كده 1 ماينس واي، تمام. عند 5 اللي داخل على الميكسنج تشامبر. طب عند 7 تعال نشوف نجري وراها، ادي كده واي وهيكمل واي، وهنا واي، يبقى داخل على 7 ايه واي، دي ميكسنج تشامبر، يبقى هيطلع في الاخر ايه واحد صحيح اللي هو 100%، تمام كده. تعال نشوف احنا عملنا الكلام ده ولا لا، هنلاقي هنا 1 ماينس واي، وهنا الواي، وهنا واحد صحيح. يبقى هنا بالنسبه لنا اللي داخل بيساوي اللي خارج، يبقى هنضرب الواي في اتش 7 ده اللي داخل، وبعد كده الواحد ماينس واي في اتش 5، الاثنين دول بيساوي ايه اتش 8. من هنا عندي اتش 5 وعندي كل حاجه، اقدر احسب منها ايه. يا ربي انا لسه ايه كده ما عنديش الواي، بالمناسبه كده ما عنديش لسه الواي، خلاص خلي بس الايه الميكسنج تشامبر بالمنظر ده دلوقتي. يبقى احنا هنبدا بالاوبن فيد ووتر هيتر الاول عشان نقدر نحسب منها الواي والزد، وبعد كده ايه يسمع الكلام ده كله في اللي جاي، خلاص كده. طيب ماشي. تعال نشوف الاوبن فيد ووتر هيتر، ان برضو نعمله الانرجي بالانسنج بتاعه. الاوبن فيد ووتر هيتر داخل له هنا عن 2 اللي هي 1 ماينس 1 ماينس زد، 1 ماينس واي ماينس زد، وهنا داخل له زد، يبقى كده زد عن 12، و1 ماينس واي ماينس زد عند 2، وبعد كده هتخلطوا ببعض، يبقى دي كده 1 ماينس واي، تمام كده. طب على نفس السطر تعال نشوف الكلوزد في الوتر هيتر، يبقى داخل له هنا 1 ماينس واي، وهنا ايه 1 ماينس واي هيكمل 1 ماينس واي، وهنا واي هيكمل واي، تمام كده. انا بفضل ان انا اكتب للكلوزد في الوتر هيتر الاول، لان ده المجهول الوحيد عندي ايه هيبقى الواي. تعال نجرب يعني، تعال نكتب الايه الايكويشن بتاعت كل واحد ونشوف الانرجي بالانس بتاع كل واحد، تمام. تعال نشوف، كتبنا عند الكلوزد فيد ووتر هيتر يقول لك اللي داخل هنا 1 ماينس واي عند الاربعه، وخارج 1 ماينس واي عند 5، قلنا ان ده ما بيخلطش ببعضه، يبقى هيخش ب1 ماينس واي هيخرج ب1 ماينس واي، وهنا الواي هيطلع هنا واي، يبقى هنا 10 هيخرج 6 عادي، بس هيختلف هنا الانثالبي، بس هنا واي وهنا واي. طيب يبقى ستات 5 كانت البريشر عندها الخمسه 15 ميجا باسكال، يبقى تي 5 هي تي ساتوريشن ساتوريتد عند 4 ميجا باسكال بالمنظر ده اللي هي 250. اتش 5 بتساوي تقريبا يعني تقريبا هي اتش 5 تقريبا هي اتش 6، دول في الكومبريسد ليكويد وعند نفس البريشر تقريبا، يعني الفرق ما بينهم هيبقى بسيط، تمام. طيب نكتب بقى اللي داخل بيساوي اللي خارج، اللي داخل هنا واي في اتش 10، واللي داخل كمان 1 ماينس واي في اتش 4، يبقى كل الاثنين داخلين والاثنين اللي خارجين، واي ماينس 1 قصدي 1 ماينس واي في اتش 5 وواي في اتش 6. نكتب الايكويشن بالمنظر ده، المجهول الوحيد يبقى عندي اتش 6 عندي جبتها، واتش 5 عندي، واتش 4 عندي، واتش 10 عندي، اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب منها الواي. طيب تعال نخش للاوبن فيد ووتر هيتر، هنعمل نفس القصة، هيطلع لنا ادي 1 ماينس واي، وهنا 1 ماينس واي، وهنا في زد، هطلع لي ايه الزد، يبقى ده كده المطلوب اللي هو طلبه اللي هو الزد والواي. طالما جبت كل الانثالبز كده، يبقى انا ايه اقدر احسب، يا رب لسه في انثالب لسه ما جبتهاش اللي هي اتش 8، كده كده عرفت الواي فاقدر اجيب منها اتش 8. طالما عرفت كده كل الانثالبز، اقدر اعمل ايه؟ اقدر احسب بقى ايه الورك بتاع البامب ان، هنضرب كل واحدة في الايه في الفراكشن بتاعها، بتاع البامب الاولانيه كانت 1 ماينس 1 ماينس زد، والبامب الثانيه كانت 1 ماينس واي، والبامب الاخيره كانت واي بس، خلاص كده. نضرب بقى في كل واحده اللي هي اتش 2 ماينس اتش 1 دي بتاعت البامب الاولانيه، واتش 4 ماينس اتش 3 بتاعت البامب الثانيه، واتش 7 ماينس اتش 6 بتاعت البامب دي بامب 2، ودي بامب 3 اللي هي اتش 7 ماينس اتش 6. حسبت الايه الورك بامب ان. طب والورك تربن اوت، اتش 9 ماينس اتش 10، 1 ماينس واي اتش 11 ماينس اتش 12، 1 ماينس واي ماينس زد اتش 12 ماينس اتش 3. دي هسيبها لكم انتوا تعملوها، اللي هو ايه برضه هنعمل انرجي بالانس على الورك تربن او على التربينه كلها، ونشوف الانرجي بالانس ايه اللي داخل وايه اللي خارج، مع العلم انها ادياباتيك بس هيبقى فيها ايه الورك، هيبقى فيها ورك اوت، خلاص كده.
التفصيله دي انتوا هتعرفوها. يبقى قدرت احسب ايه؟ قدرت احسب الورك اللي خارج من التربين. الكيو ان عباره عن حاجتين عندنا، بتاعه البويلر وبتاعه الريهيتر، جمعتهم على بعض. طيب والكيو اوت عباره عن ايه؟ عباره عن اتش 13 ماينس اتش 1 بس مضروبه في الايه؟ في الباقي من الخارج من التربنتين، او من اللو بريشر تربن والهاي بريشر تربن. يبقى 1 ماينس 1 ماينس زد في الكلام ده. طيب الثيرمال افشنسي ورك نت على كيو ان، الورك نت عباره عن ورك تربن اوت ماينس ورك بامب ان على كيو ان 49%، او لو احنا استخدمنا اللي هي 1 ماينس كيو اوت على كيو ان اللي هي 49%. لو قارنا الكلام ده كله بال الكارنوت سايكل او الكارنوت ثيرمال افشنسي، هتلاقي دي 63%، يعني انا قربت، يعني دي كانت تقريبا 50% ودي ايه 64%، يعني كده بقرب او بحسن من الكفاءه بتاعه الرانكين سايكل. ده كان اخر الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.